عسلامة ومرحبا بكم عادي وسويت ناس. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم حكايتنا حكاية وروايتنا أحسن رواية، وكما في كل عائلة في رمضان نتلمدوا نقسموا الأدوار. احنا اليوم لمتنا محبتنا وقسمنا لكم دبارتنا، ومن كل دار وديناكم بفكرة المليان طاولة الفطار. وأول ما بدينا وبسم الله سمينا وصفتنا جينا من قناة سويت سندس، وقدمت لنا تشكيلة من المملحات بالعجينة المورقة بطريقة سهلة وبسيطة، وأهم حاجة بدون زبدة التوريق. ما شاء الله يعملوا 66 كيف. ونتعدي لشربتنا ووصفتنا تجينا من قناة إيس كورنر، عملت لنا شربة لسان عصفور بالعلوش، نودكم ولنشاهيكم. نتصورها محرحرة الريحة والفيحة، إن شاء الله تجربوها الوصفة وتعجبكم. أما البن الرئيسية قدمتها لنا قناة أسماء بقلوتي ريسيبيز، وهي عين إسبانيورية، وصفة تونسية بطريقة جديدة. ونتعدي للسهرية، وهي شهيوة سهلة واقتصادية وقدمتها لكم أنا، وهو نوع من الحلويات التونسية الصفاقسية اللي هي الدرعية. وما تكمل دبارتنا كان بحويجة للسحور، وتجينا وصفتنا من قناة كويزين ليان اللي عملت لنا مسفوف حلو مشخشخ كيما نعرف أنا بفاكيتو ولوزو، نتصوروا يقنع على الاخر. أي توا قبل ما نبدأ وصفتنا، كان عجبوكم دبايرهم ما تنسوش باش تزوروا قنواتهم وتشتركوا فيهم. تلقاو الروابط في خانة المعلومات تحت الفيديو، نأكد لكم ما كمش باش تندموا. كالعادة كان عجبتكم الوصفة ما تنسيوش باش تبارتاجيوها وتشجعوني برشا جميت وكومنتريت. وتوا يلا نبداو. أول حاجة باش نبداو بيها في صحفة كبيرة باش نبداو نخلطوا المكونات الجافة. خديت لهنا 250 غرام دروع مرحي و 200 غرام فرينة، ماذا بيكم يكونوا سبق وغربلتوهم. باش نزيد عليهم 150 غرام سكر محور، هيك السكر الناعم برشا. بالنسبة لكمية السكر يقعد اختياري حسب الذوق متاعكم، تنجموا تزيدوا شوية كان تحبوا. انا منحبيش تجي حلوة برشا، خاطر بعد باش نزيدوا لها الزبيب والدقلة. نخلطوا شوية كل شيء مع بعضه ونكملوا نزيدوا 20 غرام قشور برتقال مرحي. كان ما عندكمش بودر تنجموا تستعملوا أروم يبدأ زيت، وإلا تبرشوا شوية قشرة فرشكة. ما يقارب مغرفة كبيرة ماهيش معبية برشا. وباش نحط 15 غرام كربونات غذائي، ونكمل ب 15 غرام بسباس مرحي. نتصور الكمية متاع 15 غرام هكيكة تجيكم مغرفة صغيرة معبية، أما ماهيش برشا. بالنسبة للفحات، كان ثم حاجة ما عجبتكمش معناها قشور برتقال وإلا البسباس، نجمو تستغنيو عليه، أما بنتها راهي باش تكون هكا. باش نكمل ب 70 غرام زبيب شايح من غير ما تنفخوه لا في الماء لا في الزهر لا في حتى شيء، قصيتو طروف صغرونين باش من بعد الكعبة تكون مليانة من كل حاجة ويبدا المطعم متناسق. و 70 غرام دقلة كيف كيف قصيتها طروف صغار. ملاحظة صغيرة، الأصل متاع الوصفة راهي ما غير دقلة، أنا لهنا زدتها حبيتها تكون مغذية أكثر ومشخشخة مليح. وآخر حاجة باش نكمل ب 50 غرام جلجلان محمر ومرحي مليح كيما اللي يعملوا به الزرير، باش يعطي مطعم فاوح. أما كان ما عندكمش نجمو تستغنيو عليه، وإلا تبدلوه بأي فاكهة أنتم تحبوها. نجمو تحطوا عجينة بوفريوة اللي هي النوازات بالنسبة للعبيد اللي ما يعرفش معناها بوفريوة، وإلا أي فاكهة أخرى، تفننوا كيما تحبوا تشتهوا. نخلطوا كل شيء مع بعضه مليح مليح، ونصبوا فوقهم 170 غرام ماء عادي في حرارة الغرفة، ونكمل ب 170 مللتر زيت زيتونة. لهنا عندكم الاختيار، نجموا تستعملوا زيت عادي وإلا تعملوا شطر بشطر، أما بنتها بزيت الزيتونة. ملاحظة صغيرة، الدرعية راهي ماهيش غريبة الدرع،
كل حاجة وحدها. الدرعية هو نوع من الحلويات الصفاقسية اللي يجي كيما البشكوتو وفيه برشا وصفات مختلفة، فما اللي يحط العظم، فما اللي يستعمل الحليب، أما أنا نخيرها هكا. كيما قلت لكم زادة تنجموا تعوضوا الماء بالحليب، وإلا تعملوا كيف كيف، شتر شتر، أما بالماء راهي تصبر لكم أكثر. نلمدوا توا كل شيء مع بعضه، ما نستحقوش نعجنوا برشا، يلزم العجينة تكون متجانسة مع بعضها، وكان حسيتوها شايحة شوية زيدوا نكتة ماء خاطر كل فرينة وقديش تشرب. حاجة أخرى كان نحاول نذكركم شوية، كان عرضتكم في الباتيسخي في أغلب الأحيان تبدأ القرص يبدأ كبير ماهوش الحجم متاعه صغير. نتعدوا للمرحلة اللي بعدها وهي تشكيل كعيبات الدرعية وتزيينهم. باش نستحقوا لهنا شوية جلجلان ما يقارب 50 غرام كعب يلزمو يكون ومحمر شوية. نستحقوا زادة شوية بوفريوة محمرة ومهروشة، كيف كيف نقولوا 50 غرام ما نعرفش بالضبط ما وزنتش، أما راهو تنجموا تستغنيوا عليها المرحلة هذه كان ما تحبوش، وإلا كيما قلت لكم تاخذوا أي فاكهة أنتم ما تحبوها وتزينوا بها. ونستحقوا زادة كعبة أبيض عظم. أنا لهنا راني استعملت ماء خاطر ما كانش عندي وقت اللي صورت الفيديو، الحجر الصحي كما تعرفوا، أما ما ننصحكمش تستعملوا الماء على خاطر بعد ما تشيب الزينة اللي فوق الكعبة ما تلصقش بالقداء، أما كان ما عندكمش نجموا تستعملوه ما فما حتى مشكل. ناخذوا كمية صغيرة من العجينة متاعنا، انتوما والكبر اللي تحبوه. أنا لهنا خذيت كعبورة ما يقارب 13-15 غرام على خاطر بعد حبيتهم يكونوا صغرونين باش يتقدموا مع كويس تي اخضر منعنع كيما نعرف انا، والا قهوه عربي. بعد ما كعبرتها مليح ما بين يديا باش ندهن الكعبه بشويه ابيض عظم من فوق كيما قاعدين تراو فيا، اما كيما قلت لكم راني انا في الفيديو استعملت الماء، ونكمل نغطسها في الفيكيا متاعي. اما نصيحه صغيره، حاولوا خذوا مغرفه كيفي، معناها قيس لكم الكعابر الكل بنفس الطريقة، وإلا كان ما عندكمش ما فما حتى مشكل تاخذوا العجينة متاعكم تعملوها بودان وتقصوا طروف قد قد من بعد تكعبروهم. كمية العجينة اللي حضرتها عملت لي ما يقارب 75 كعبة. كان تحبوا تنجموا تخلطوا الجلجلان والبوفريوة مع بعضهم وتغطسوا فيهم وتجيكم زينة أخرى. باش نكمل الكمية الكل بنفس الطريقة ونتعديوا لتطشيبهم. ماذا بيكم قبل ما تكملوا الكميه الكل تحطوا الكوشه متاعكم تسخن على 165 درجه مئويه من فوق ومن لوطه باش تسخن شويه. رصفت كعيبات الدرعية في الطبق كما قاعدين تراو فيهم، ماذا بيكم تبعدوهم شوية على خاطر راهو كي باش يتيبوا باش يتحلوا ويكبروا. باش نحط الطبق متاعي يتيب في الطبق الثاني من اللوطة في الفور ما بين 15 و20 دقيقة، هسوا عليه مليح خاطر انتم وسخنت الفور متاعكم ومش مشكل كان الفور بالمروحة. نجموا تاخذوا كعيبة تتفقدوا بها كان الدرعية متاعكم طابت وإلا لا، تشوفوا القاع متاعها كان خذيت لون ذهبي مزيان راهي طابت. سيي الفيديو متاعنا وفات، وما شاء الله كعيباتنا جاو يعملوا 66 كيف، والبنة ما نحكي لكمش، ان شاء الله تجربوها الوصفة وتعجبكم. كما قلت لكم تنجموا تعملوا اي شكل انتم تحبوه، تنجموا تعملوا حتى سويبع طويل وتاكلوهم في السحور مع كويس حليب ولا كعيبه ياغورت، ما شاء الله راهم يقنعوا. كان عجبتكم الفيديو ما تنسوش باش تشتركوا في الشين كان مازلتوا ما اشتركتوش، وتتبعوني على باقي مواقع التواصل الاجتماعي تو يظهروا لكم توا في الليكرون، وتلقاو الوصفه مكتوبه على الموقع متاعي diwasweetness.com. ما تنسوش باش تزوروا القنوات اللي يشاركوا في دبارت اليوم، تلقاو روابطهم في خانه المعلومات، وكان مشيتوا لهم حطوا لهم برشا قلوب في لي كومونتير. وتوا ما بقى كامش نقولوا مع بعضنا، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال.